الوضع الأول كان صعب. من حوالي سنة ما كانش فيه أسفلت. كانت الدنيا بالليل ضلمة ضلمة كحل. ما كانش الواحد آمن يعني إنه يطلع. لما كانت الدنيا بتمطر علينا كنا بنغرق وما نعرفش نمشي يعني. تلاقي الدنيا بره البيت روضة. مجرد انك تطلع من البيت كده ما تعرفش تطلع. كانت الدنيا متبهدله، الصرف كان تعبان، يعني العيشه كانت صعبه. عشان ما تتأخرش على المدرسه. حاضر يا ماما. ركز يا خالد في دروسك. حاضر يا ماما. الطوارئ بقالها حوالي سنة، كل حاجة اتغيرت. الكاس والتخت كانت متكسرة دلوقتي جديدة. الأستاذ كان بيكتب على السبورة مكانش الحروف باينة، مكناش بنشوف حاجة دلوقتي بقينا بنشوفه جديد وبيكتب ونشوفه وننقله. عاوز اطلع دكتور اطفال. النهارده هنختبر خدنا درس مساحه المربع ومساحه المستطيل. هناخد عليه سؤال، ولو عندي مربع طول ضلعه 5 سنتي عايز نجيب مساحته، مين يعرف؟ ماشي يا خالد، الرقم كام؟ 25 سنتيمتر مربع. برافو عليك يا خالد، برافو، شاطر خالد. انا اول واحده بنصحى في البيت، بصحي جوزي أول حاجة، بضطره يروح شغل، وبعد كده خالتي يروح المدرسة. هو خالد الأول طبعاً كان بيبقى لما بروح المدرسة كنت بنبقى قلقانة عشان، لأن الأول كان بيجي يقول يا ماما صواع الحتت من السقف بتبقى علينا، السلالم كان ممكن يقع من على الدرجة يتعور، نبقى قلقانة عشانه خالص. دلوقتي الحمد لله هو أصلاً بيبقى حابب إن هو يروح المدرسة. كنت بنبقى قلقانة عليه لما بيطلع في الشارع، دلوقتي بقيت مطمئنة عليه لأنه الشارع أصلاً دلوقتي بقى أمان، نظيف، مسفلت، ما عادش فيه قلق منه. جيت من المدرسة يا خالد؟ الحمد لله على السلامة. عملت إيه في المدرسة؟ الحمد لله. كله تمام؟ تمام. خذي الأكل وديه لأبوك في الغيط. أنا مزارع على دراعي، أنا عندي قطعة أرض صغيرة بنزرعها. الغيط بنزرع شوية قمح، شوية ذرة. شوية عباد يعني. طبعا كنت لازم ما تكفيش احتياجات بيتي واحتياجاتي. فبنضطر بقى ايه نطلع نشتغل عند جاري، عند حد عنده شغل ايه يوميه كل يوم مثلا، بحس ايه يعني نجيب يوميه ده ايه يعني على دراعي، نجيب رزق يوم بيوم زي ما بيقولوا كده. عملت ايه في المدرسه النهارده؟ حلو. تمام يعني؟ تمام. هتروح النادي؟ هتروح النادي بس ما تتاخرش بالليل. أنا عضو في الجمعية الزراعية في منطقة زاوية الصقر. قدمت عشان أترشح على الناس اللي أنا منهم عشان نحل مشاكلهم. طبعًا العمل العام ده أنا مبسوط منه لأنه عمل تطوعي، نبقى أنا نفع لغيري وعمل خير بعد كده نستفاد بيه عند ربنا. الخدمة الجماعية اللي قدمها الفلاح بتوفر له الأسمدة، بتوفر له التجاوي، بتوفر له المبيدات، لو في مشكلة ولا حاجة بتحلها له. ده العمل ده كله عمل للجمعية وعمل للأعضاء. عايزين نعرف وسائل تطوير وترشيد الري عشان نشرحها للفلاح يستفيد منها. احنا نقدر نكلمهم عن الري بالتنقيط، بيحتاج فيه مضخه رئيسيه موجوده عند مصدر المياه
تاني حاجة محتاج خط مواسير بيتركب على سطح الأرض. تالت حاجة ودي نقطة مهمة خالص، بتبقى عندي حاجة اسمها نقطات. النقطات دي بتبقى متركبة في خط الايه المواسير اللي موجود عندي. جزء من عمل التطوعي من جانب الفلاحين نرشدهم على الأسمدة، نرشدهم على مشكلة في الزراعة، مشكلة في الأرض. أنا عندي الدورة في إصابة كده في الدودة بتاكل في القلب كده. ما بلعمتهوش أو رشيته أو؟ بلعمته قبل كده ورشيته بس الإصابة بدأت. طب فريحك برسيم؟ فريح مني برسيم آه. تمام، إن مشكلة البرسيم بيعمل فاكس. فاكس إيه؟ فراشة بتفكس في الدورة بتشغل الدودة، يعني بعد يومين ثلاثة من الرش أو التبلعين تبص تلاقي الدودة اشتغلت تاني. دي مشكلة. المشكلة التانية الأرض بطاطس، الموضوع أصعب. فأنت ممكن تكون رشيت حاجة ضعيفة. في الشارع أو على الطوب وكل الكعب اللي بيتكسر ما كناش بنعرف نلعب خالص. دلوقتي أنا بتدرب في مركز شباب اللي في البلد. الأرض الأول في المركز كانت بايظة، كانوا عاملينها أسمنت وكان فيها مطبات. دلوقتي بقى في نجيلة بنعرف نلعبه، وملعب مساوي بنعرف نلعبه. يعني هنا زمان ما كانش فيه إلا مدرب واحد، دلوقتي بقى فيه مدربين مش مدرب. أنا بحب ميسي ومبابي ومحمد صلاح. بحب ألعب مهاجم. التغيير ما ننكرهوش. الأول كان الصرف، يعني صرف أهالي اللي عنده أبار زي حالاتي كده، يعني إيه عشان خاطر تستعمل المية تستعملها بالحكمة. لما جه الصرف اشتغلت براحتك. عواميد الإنارة دلوقتي حسستنا بالأمان، يعني أنت ماشي أنت تروح أي مكان بالليل زي بالنهار. كنا فاكرين إن المعيشة اللي إحنا كنا عايشينها عادي، الناس كلها عايشة كده، أنا زي جاري زي ده زي ده، فعرفنا إن ده ما كانش عادي. البيت دلوقتي اتغير عن الأول خالص. الأول ما كانش في مية في البيت، كنت بملى من عند جيران. دلوقتي الحمد لله المية بقت في البيت، والمية نفتح الحنفية نغسل مواعين وأنا مرتاح عن الأول خالص. الحيطان ما كانتش متمحرة، الشبابيك ما كانتش زي ما هي موجودة دلوقتي. الشبابيك دلوقتي بقت تمام، وسلك وجزاز وشيش. أحلى حاجة في الدنيا إن أحس إن أنا عايشة حياة كريمة.